دي برضه مباراة مصر واثيوبيا 3-0، ويمكن ده الهدف الاولاني بقى اللي احنا جبناه، ده عادل البابلي شاطها وطرد من الجول وانا جاي حاطها بدماغي في وسط حراسه تقريبا اربعه من مدافعي اثيوبيا الحمد لله. البابلي ماشي، البابلي ماشي، البابلي ماشي، يقدر يجيب جول، يقدر يجيب يحطها في ايد الجول. فاول فصل الحكم بيقول العب، انا اعتقد الجيش الخطيب هيلعب حلو ده ستين وحطها في جميل. دي المباراة الجميلة جدا مصر واثيوبيا 3-0، وجبت الحمد لله جبت 3 اهداف بتوع مصر، وده يمكن الهدف الثاني ليا، الاولاني كان بدماغي وده الهدف الثاني ليا. مصر واثيوبيا 3-0 والحمد لله وفقت في احراز 3 اهداف، والهدف ده هدف غريب جدا فاول وبيلعبوه، دخلت في وسط الثلاث مدافعين مع حارس المرمى خدتها وحطيتها في الجول، وهم كانوا مش مصدقين يعني ان انا كنت متوقع هتلعب بالشكل ده الحمد لله. جول جميل، فرصه مصر في الربع ساعه دي كويسه، ان احسن لعيب فيهم كساهم اتطرد،